اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة توقف انستغرام. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على انستغرام خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بإيقاف عادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر